توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي شايفها كم كم؟ الأهلي هيكسب 3-0 مثلا. إن شاء الله تكون 2-0 بإذن الله. أنا بحب النادي الأهلي جدا وأتوقع منه إن هو دايما يكون في نجاح مستمر على طول. وأنا شايف إن شاء الله إن الأهلي هيكسب يا إما 2-1، إن شاء الله إن الأهلي هيكسب برضه. المهم إن الأهلي هيكسب، إن هما نادي عظيم ومحقق لنا كل عملنا ونادي إحنا لما بتتفرج عليه بترتاح لأن هما لعبة تستاهل كل خير. الأهلي هو اللي هيكسب 2-0. النتيجة إن شاء الله بإذن الله تبقى هناك شكل إيجابي، بس نتمنى إن كولر يبتدي بداية صحيحة. البدايه الصحيحه هي اهم حاجه في المباراه دي، ان كولر دايما بتبقى البدايات عنده فيها مشكله. نتيجه ايجابيه 0-0 1-1، بس هنرجع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه. توقعات النادي الاهلي والنادي الترجي 1-0 للاهلي. انا راجل زملكاوي شخصيا يعني، وانا اتوقع بالنسبه للاهلي ان هو الاهلي ان شاء الله هيكسب، ممكن يكسب 2-0 ان شاء الله. انا زملكاوي بس ان شاء الله الاهلي ياخد. انا بشجع الاهلي في اي بطوله بره، انا بشجع الاهلي. اتوقع يعني باذن الله 2-0 لينا. وعايز اقول للعيبه، فاكرين رادس، فاكرين جروه، فاكرين الاهلي في اليابان، جمهوره معاه، وفي اي مكان اهلاوي يرفع راسك فوق. ماتش الذهاب 1-0 الاهلي، وماتش العوده 2-0 باذن الله. 3-0 للاهلي باذن الله، مع معلول و ده سليم، ممكن كهربا مثلا، ممكن 2-0 2-1 على حسب، بس يعني في توقعاتي ان الاهلي هيكسب باذن الله. الاهلي 3 والترجي 2، بحبهم قوي وهم دايما اصلا الليفل العالي في اي ماتش، ويا رب ان شاء الله النهارده نكسب ونفرح الجمهور. ان شاء الله، ومفروض ان الاهلي كده باذن الله هيكسب، بس هي الفكره ان اول ماتش هيبقى ملعب الترجي، فالموضوع طبعا هيبقى على ارضهم اكيد صعب كده كده، بس ان شاء الله بنسبه كبيره الاهلي يخرج مثلا بنتيجه ايجابيه مثلا 1-1 2-2، ده توقع الماتش الترجي. بس ان شاء الله الماتش الاخير لما يبقى على ارضنا الدنيا هتبقى احسن بكتير، وباذن الله الاهلي هيكسب مثلا 2-0 او 2-1 على ارضنا.